يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الشيخ رحمه الله: إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال، إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حسن السؤال به، يعني سببا صحيحا، قصده سببا صحيحا مشروعا هو يحسن السؤال به. نعم. يقول: كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه، فما المراد بالحق الذي يسأل العبد به ربه؟ الحق الذي أوجبه على نفسه، كما تكرر عليكم أن إذا سألت بحق فلان عليك، يعني أو بحق الصالحين عليك، حق السائلين، مراد بذلك أن الله وعد السائلين الحق الذي وعد الله به، وهو الإجابة. فحق السائلين أن يجيبهم، وحق العاملين أن يثيبهم، وهذا لا شك أن الله هو الذي أوجبه على نفسه أن يجيب السائلين. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا هو الذي أوجبه على نفسه. نعم. فإذا سألت الله به فلا بأس بذلك. نعم.